الأول للإصلاح هو تحقيق الإنصاف وتكافؤ الفرص وفي ولوج المنظومة. اليوم جميع المغاربة لهم الحق في التدرس في العالم الحضري، في شبه الحضري، في العالم القروي، في المناطق النائية والجبلية. هذا حق دستوري، هذا حق من حقوق الإنسان، هو الحق في التدرس. لهذا خصنا لابد تقليص من هذه التفاوتات الاجتماعية وأيضا المزيد من تكافؤ الفرص في الولوج ديال المنظومة. بالنسبة للتعليم الأولي عندنا ثلاثة ديال السنوات باش ندمجوا التعليم الأولي مع التعليم الابتدائي. بالنسبة للتكوين المهني، إعادة هيكلة التكوين المهني وتنويع وتجديد التكوينات في التكوين المهني عندنا 6 سنوات. بالنسبة للتعليم الخاص 4 سنوات التعليم الخاص، إما على المستوى الابتدائي ولا التنموي ولا الجامعي، باش التعليم الخاص يكون قائم ويكون مستقل بالأطر ديالو بالأساتذة ديالو بطريقة نهائية. بالنسبة لإعادة تأهيل المؤسسات المدرسية على المستوى الوطني عندنا 3 سنوات باش نقوموا بهذه العملية ديال التأهيل والقضاء على المفكات. والحمد لله واحد العدد ديال الأكاديميات اليوم في المجالس الإدارية المنصرمة بينوا لنا بأن في أفق 2023 سيتم القضاء النهائي على المفكات. شعارنا اليوم هو مدرسة مواطنة، مدرسة عادلة ومدرسة دامجة. مدرسة مواطنة لأن مقتضيات هذا القانون جاب واحد العادات ديال البنود اللي كيهم هذا روح المواطنة، القيم، الرموز الوطنية للمملكة المغربية. شنو هما المميزات ديال هذا الإصلاح؟ هو إضافة 3 سنوات من الإلزامية. 3 سنوات من الإلزامية غيكون عندها واحد الأثر كبير في نسبة معدل التمدرس. هذا مؤشر دولي. اليوم الرقم المغربي هو 5 سنوات وتقريبا 6 أشهر. هذا الرقم ما كيشرفناش باش كنشوفوا المجهودات الكبيرة اللي كنقوموا بها، المجهودات لا المالية لا الوظيفية، وباقيين في 5 سنوات و6 أشهر. فاش كنقارنوا المملكة المغربية بدول مجاورة، تونس 7 سنوات، تركيا 8 سنوات، وهذه الإنسانية اليوم غادي نضيفوا لها 3 سنوات، سنتين في التعليم الإلزامي الأولي وسنة إلى 16 سنة، غيكون عندها واحد الأثر مباشر باش نربحوا ونرفعوا من هذه النسبة معدل السنوات ديال التمدرس. إقرار إلزامية التعليم الأولي وهذا شيء جديد. نذكر وعاد قلت قبل قليل قانون التعليم الأولي في 2000 تم الإصدار ديالو، ولكن مشينا في واحد التعليم الاولي اللي ما كانش مؤطر. واليوم عندنا في التعليم الاولي القائم تقريبا واحد 820,000 تلميذ، كنا في 700,000 هذه السنه وربحنا الحمد لله واحد 100,000 هذه السنه. فهاد 820,000 عندنا تقريبا 50% اللي هو تعليم اولي تقليدي، اللي خاصنا لابد نأطروا المربيات، خاصنا لابد نأهلوا الفضاء، وخاصنا لابد نعتمدوا على واحد الاطار، واحد العده بيداغوجيه، لان اليوم بغينا تعليم اولي بجوده، لان الاصلاح الحقيقي للمدرسه المغربيه كيبدا من التعليم الاولي. العنايه بالطفوله المبكره هو اللي غادي يعطينا الاثر على الحد من الهدر المدرسي، الاثر على النجاح المدرسي. لهذا تعليم اولي بجوده، وهذا التعليم بجوده يقتضي بتأليف واحد المنهاج، واحد الإطار منهاجي وطني اللي فيه البيداغوجية اللي غادي نستعملوا في التعليم الأولي. بيداغوجية الطفولة المبكرة ماشي هي بيداغوجية الابتدائي. تكوين المربيات هو تكوين خاص، لأن هذا الطفل في 4-5 سنوات خاصه واحد البيداغوجية خاصة اللي غادي تمكنه من الرفع من القدرات ديالو الحياتية والاجتماعية مع التلاميذ والأطفال في داخل هذه البيئة ديالو. نقطة مهمة اللي جاء فيها هذا القانون هو ضمان الدولة لمجانية التعليم العمومي في جميع أسلاكه ومستوياته، وهذا شيء جميل. اليوم قلنا الدولة في التعليم الابتدائي والتعليم الثانوي والتعليم العالي كتضمن هذه المجانية. وهنا خصنا
باش الامور تكون واضحه، لان بعد المسابقه واحد العدد ديال الناس باقيين كيشكوا في هذه القضيه ديال المجانيه. اليوم المجانيه هذا خط احمر، واليوم هذه مسؤوليات الدوله وعبرت عليها. وهذا القانون الاطار خصص واحد الباب كامل للموارد البشريه، اولا باش نعترفوا بالمكانه ديال هذا المحور الاساسي اللي هو الاستاذ، نعترفوا بالمكانه ديالو، نوهوا العمل اللي كيقوم به، وايضا نحفزوه ونواكبوه. هذا التحفيز كيبدا بالتكوين الاساسي. اليوم الجامعه المغربيه مشكوره عطات انطلاقها منذ السنه المسلمه بواحد البرنامج تكويني وطني مهم ديال 3 سنوات + 2، اجازه + 2 في المراكز الجهويه لمهنه التربيه والتكوين. التكوين المستمر لابد من مؤسسه التكوين المستمر سنويا، خاص واحد العدد ديال الاساتذه يستافدوا من التكوين المستمر. دونك التكوين المستمر في ادماج التكنولوجيا الحديثه، التكوين المستمر في المقاربات البيداغوجيه الجديده، والتكوين المستمر في اللغات الاجنبيه. ايضا قانون الاطار جاء بواحد المبادره مهمه هو توسيع نطاق تجربه المدارس الجامعيه كما قلت. اليوم وحنا في هذه الزياره التفقديه كنعطي واحد الاولويه خاصه للزياره ديال المدارس الجامعاتيه، لان المدارس الجامعاتيه هي واحد النموذج مهم اللي مكناتنا باش نتخلصوا من هذوك الفرعيات وتكون عندنا واحد المؤسسه مندمجه اللي فيها داخليه، فيها مطعم، فيها السكن بالنسبه للاساتذه، وفيها واحد البيئه واحد الفضاء محفز للنجاح. وضع برامج ايضا متكامله ومندمجه للتدرس الاستدراكي، وايضا كانت لنا مناسبه هذا المساء هنا بفاس في مدرسه ولي علي الشريف وايضا الضحى لزياره جوج المؤسسات النموذجيه مدارس الفرصه الثانيه من الجيل الجديد. الجيل الجديد هو واحد المدارس اللي كيهموا الفئه العمريه من 13 ل 18 سنه. واحد البرنامج ثاني ومهم فيه ثلاثة ديال الأجزاء. الجزء الأول هو التأهيل التربوي، خاص لابد التلميذ يبقى في واحد الجو التربوي ديال التعلم، لأن الهدف من هذه المؤسسات هو الرجوع للتربية النظامية. الجزء الثاني يعني الاستئناس المهني، أيضا كتكون عندهم مناسبة باش ياخذوا واحد الحيز زمني أسبوعي في واحد المهنة. وشفنا هنا واحد العدد ديال المهن، لا في الكهرباء المنزليه، لا في الطبخ، لا في الحراقه، لا في المعلوميات. وايضا الشق الثالث هو الشق اللي كتكون فيه المواكبه باش يقوي القدرات والمهارات الحياتيه والذاتيه وتسهيل الاندماج المهني ديال هذا الشباب. النموذج الثاني كان انجع بالنسبه ليا، لان واحد النموذج منفتح اللي فيه الجانب الثقافي والفني كيطغى على الجانب ديال التعليمي الكلاسيكي. اليوم انتقلنا واحد النموذج بيداغوجي جديد ومبتكر، مدرسه دارجه. لهذا ايضا بفضل الشراكه مع جمعيات المجتمع المدني نشتغل كيف يتم تيسير المرور ديال ونقل هذا التلاميذ من القسم الدارج الى القسم العادي. هذا مجهود كبير، على قلت لكم هذه مسؤوليه جميع الاسر. ما كاينش شي اسره اللي ما عندهاش الطفل ديالها في المنظومه. لهذا خصنا لابد اليوم شنو هو الريال، شنو الهدف ديالنا، هو ضخ واحد الكميه ديال الجوده في المنظومه. هذه الجوده باش كتبدا؟ هو اول التعليم الاولي، هو تكوين الاساتذه، هو الورش البيداغوجي اللي احنا بصدد تنزيله. ايضا اليوم هذه التكنولوجيا المعلومات والاتصالات ما بقاش غير مبادره شخصيه ديال كل استاذ، ولكن سيتم مؤسستها ايضا في اطار قانون، هذا القانون اطار 51/17. غادي يوليو الانشطه الفصليه تعتمد على هذه التكنولوجيات، لان البيداغوجيه ديال هذه التكنولوجيات بيداغوجيه اخرى جديده، كاين واحد العدد الكفايات، واحد عدد المهارات اللي ما يمكنش للتلميذ يتعلمهم في واحد الانشطه فصليه عاديه. تنويع على التكوين المهني،
الحمد لله اليوم عندنا سبقنا الاحداث بفضل صاحب جلالة نصر الله، ومنذ خطاب الملكي 20 غشت 2018 تم العمل على بلورة هذيك خارطة الطريق، واحد العدد ديال الاجتماعات مع سيدي الله يسرو اللي لدنا إرساء واحد خارطة الطريق اللي مكتملة اللي فيها واحد 5 محاور. المحور الأول هو إعادة النظر وإعادة هيكلة التكوين المهني القائم حاليا، لا بالنسبة للتكوينات، لا بالنسبة للتجهيزات، لا بالنسبة لتهيئة المؤسسات، وهذا كيطلب واحد 6 سنوات هي اللي جات في قانون الإطار. المحور الثاني هو خلق هذا الجيل الجديد من المؤسسات، والحمد لله اللي وصلنا لواحد التصور ديال واحد المؤسسة بحال واحد جامعة ديال التكوين المهني، غتكون مؤسسة ديال واحد مدينة المهن والكفاءات اللي غادي يكون عندها واحد طابع جهوي باش تاخذ بعين الاعتبار طاقات ومؤهلات الجهة وتقترح واحد العرض تكويني ملائم مع متطلبات الجهة، لأن اليوم الجهة بحكم قانون 11/14 هو اختصاص ذاتي للجهة، ولهذا ما يمكنش نشتغلوا على هذه خارطة الطريق إلا بمعية الجهة. وهنايا كنطلب باش إخوان المنتخبون في الجهات باش يتبنوا هذا المشروع ويشتغلوا معنا ويفرزوا لنا شنو هو المتطلبات ديال كل جهة على حدة. اليوم بعض الأرقام فقط باش نثير الانتباه ديالكم، عندنا استقطاب مفتوح واستقطاب محدود. استقطاب محدود فيه تقريبا 12% ديال طلبة المغرب، واستقطاب مفتوح 88%. استقطاب مفتوح هما كلية الآداب والعلوم الإنسانية، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والتدبير والاجتماعية، كلية العلوم، كلية متعددة التخصصات، كلية الشريعة، كلية اللغة العربية، واحد العدد ديال النماذج ديال كلية الاستقطاب المفتوح. 85 ديال طلبة المغرب هما في هذه المؤسسات. باش كنشوفوا نسبة الإجهاد، هذه النسبة لا تتجاوز في 3 سنوات، صديق في الفترة القانونية للإجازة لا كتجاوزش 20%. فاش كنقول 20% راه واحد هذه واحد النسبة مرتفعة، راه تقريبا كتبدا من 12% حتى 18%. 12% في كلية العلوم، هذا رقم اللي ما كيشرفناش، هذا رقم اللي ما كيتلائمش مع المجهودات اللي كيقوموا السادة الأساتذة في الكليات، كيخلقوا واحد إحباط كبير في السنوات الأولى. اليوم كاين واحد مشكل كبير بين التعليم الثانوي والتعليم الجامعي. اليوم حنايا لابد خصنا ننجحوا هذا الرهان، خصنا لابد نحققوا هذا الإقلاع ديال المدرسة المغربية. الحمد لله الظروف كاملة مواتية لتمكن من هذا الإصلاح الحقيقي، لهذا ما بقاش عندنا شي خيار، ولكن خصنا لابد ننجحوا هذا العملية ديالنا. الأسر لهم مسؤولية كبيرة في إنجاح هذا الإصلاح، لأن التربية كتبدأ في المنزل. الكلمة الأخيرة هي مزيد من الخراب، مزيد من التعبئة في إطار هذه المسؤولية الجماعية. واليوم الحمد لله أنا قلت بأن الظروف جد مواتية، لأن أعلى سلطة في البلاد حاملة هذا المشروع. المغاربة المواطنين ينتظرون الكثير من هذه المنظومة. تواجد في هذا مركز المنتديات للأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لفاس مكناس، درنا واحد لقاء تواصلي مع الفاعلين التربويين، مع المجتمع المدني، مع المنتخبين، لتسليط الضوء على أهمية قانون الإطار. نحن منذ هذا الدخول الأكاديمي بصدد تنزيل وتفعيل مقتضيات القانون الإطار، لا بد من خلق واحد التعبئة جماعية حول المدرسة المغربية، ولا بد من إبراز أهمية قانون الإطار في استدامة الإصلاح، في تأمين الإصلاح.